يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هذا يقول إن سؤاله مهم ومصيري، يقول سؤالي مهم ومصيري، يقول أنا شاب أريد أن أتزوج من فتاة أحبها حبا شديدا، لكن أهلها وعشيرتها لا يزوجون نساءهم من خارج العشيرة، وقررت أن أخذها وأن أذهب إلى القاضي في المحكمة الشرعية ليتم الزواج، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟ إذا القاضي أقدم على هذا وزوجك إياها صير المسؤولية على القاضي، لكن أنا ما أشير عليك بهذا لأن هذا يجر عليك شرا وأنت في عافية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، والنساء كثير ولله الحمد تزوج غيرها شيء ما فيه إشكال، ولا تنازع أنت وأهلها، ربما يحدث سفك دماء، ربما يحدث شر. نعم.